أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل متزوج وأريد أن أتزوج امرأة أخرى، وأن يكون الزواج الآخر مختصرا سريا يحضره المألون، واثنان من زملائي يشهدون في عقد الزواج ولا يعرف عنه أهلي وأقربائي شيئا، فهل هذا الزواج جائز وبماذا توجهونني؟ إذا حصل الشهود، حصل الإعلان أو حصل نوع من الإعلان، العقد صحيح. العقد صحيح إذا حضر شهود شاهدان على هذا العقد فقد حصل الإعلان فهو زواج صحيح. ولكن الأفضل والأكمل أن يعلن إعلانا تاما وأن يضرب عليه بالدف ويقام وليمة، هذا هو الإعلان التام للنكاح، قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم. أحسن عليكم.